يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أحضر له أهله من يرقيه بسبب نعم. هل من أحضر له أهله من يرقيه بسبب مرض حل به من دون أن يطلب هو ذلك، فهل يعد ممن يسترقون؟ إذا كان هو ما طلب ذلك فلا مانع، وإذا كان المرض أضر به وآلمه فتزول الكراهة عند الحاجة. نعم.